بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة هنتكلم عن التحفيز. التحفيز بيبدأ من جوه تفكيرك. النجاح بيكون خطوة، مفيش حاجة في قاموس بتاع الناجحين هي كلمة اسمها إهمال، كسل، إخفاق. نخلي الموضوع ده بكرة. لازم يكون عندك فكر وتكتسب مهارات وتتعلم. العقل والمخ بتاع أي واحد الشيء الوحيد الذي كلما أفرغته اتسع. وانت بتكتسب مهارات في الحياة، تحفيز ونجاح واي معوقات تقدر تتخطاها بالعلم بيوسع الافاق ويساعدك انك تشوف حلول لمشاكلك في الشغل وفي البيت وفي الشارع وفي المدرسة. افتكر لحظات النهاية بعد ما تكبر وتتخطى المراحل التعب. وانت كل ما تشتغل بجد هتلاقي في نجاح بيزيد. النجاح لا يجد الشخص، بل الشخص هو الذي يجد النجاح. احلم، فكر، اتمنى، نفذ. ما تخافش من التخلي عن الجيد للحصول على الافضل. اضغط على نفسك، اعمل بجد. ما فيش شخص هيقوم بالمهمة تخصك غيرك انت. خلي حدودك هي خيالك ما لنهاية. ما تستناش فرصة، اخلقها لنفسك. الانتقال من فشل إلى فشل مش هيخليك إنسان ضعيف هش، ومش هيخليك إنسان أي صدمة تأثر فيك إلا إذا فقدت الحماس عشان تحقق النجاح. هيكون الأمر صعب في الأول، لكن مفيش حاجة صعب، مفيش حاجة مستحيلة. الأشياء الصغيرة تصنع أياما عظيمة. لا تتوقف عندما تتعب، توقف عندما تنتهي. احلم أحلام كبيرة، خلي طموحك عالي. فكر في بكرة، حقق ما هو أعظم، اللي حاجة تكون مقدرتك. النجاح صنع كثير من الفاشلين. أي خطوات الفشل من سبب النجاح. تتعثر 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 إلى أن تتعلم. مش مهم يعني نجاحك، الجمال في الرحلة مش في قيمة النجاح. التعود دايما عشان تنجح يكون عندك عادات حسنة، طقوس. كيف تصنع النجاح؟ لا تخف من أي شيء، عليك أن تحاول وتحاول وتحاول. تفكر كيف تعمل بذكاء، كيف تعمل بجد. غالبا ما يكون النجاح حليف هؤلاء الذين يعملون بجراءة. عندهم إصرار، عندهم عزيمة، إرادة. الرجل الناجح هو الذي يظل يبحث عن عمل ناجح يكبره ويثبت لنفسه أولا بعد كده للناس إن أنا جدير بالثقة. لازم يكون عندك شجاعة
انك تحاول مرارا وتكرارا. كل كتب التنمية البشرية بتتكلم عن سر النجاح بيبدأ من داخلك، تمام؟ لازم يبقى في عندك إصرار متمسك بهدفك حلمك، لازم يبقى عندك رغبة. الرغبة هي سر النجاح في الحياة، في الحياة المهنية والعملية والاجتماعية. فمقدور الطموح اللي عندك ممكن تصنع منك بطل، وما تخافش من الخوف من الخسارة، خلي عندك شغف بالفوز والنجاح. لازم تحفز نفسك، يعني الإصرار. اطلع من منطقة الراحة اللي انت فيها، النوم، الوظيفة الثابتة، اعمل لك مشروع شخصي، مشروع اونلاين، يعني. في حكيم سألوه سؤال، قالوا له كيف يرد الإنسان على عدوه؟ فقال لهم بإصلاح نفسه، سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسأظل أتعصر حتى أتقن ما أريد. لا تمشي أبدا على الطريق المرسوم، لأنه يقودك حيث يذهب الآخرون. ترى الناجح حلا لكل مشكلة، هم الفاشل فراء مشكلة في كل حل. تجاهل اي حد يقول لك انت مش هتنجح، ما الموضوع ده مستحيل. الكلام اللي انا بقوله ده على مستوى كل حاجه في حياتك، على مستوى الشغل، على مستوى البيت، الشارع اللي انت ساكن فيه، المدرسه، في اي مكان. يعني دايما الناس الناجحه بيثقوا، عندهم ثقه في قدراتهم بذاتهم، ان هم ينجحوا ويحققوا شخصيتهم. ومنبع الثقة دي هيكون يعمل لك شأن عظيم في المستقبل. اشتغل يعني بما هو متاح قدامك، يعني خير من انك انت تستنى يعني اللي جاي. يعني لازم يبقى عندك رؤية إيجابية لنفسك، الرؤية السلبية هتسبب لك فشل، مش هتكمل. لو انت عايز تعمل شيء، انت شفت 100 طريقة، وانت لو ما عندكش نية انك انت تعمل هتشوف 100 عذر. ما تخافش من اي حاجة ممكن يحصل لك، اعرف نقاط قوتك وحافظ عليها، واعرف نقاط ضعفك وتخلص منها. ما تقارنش نفسك بحد يكون شغال في مكان كويس، او شخص يكون ابو ساندو او معاه واسطة او المحسوبية او رزقه كده. في الدين بيقول ايه؟ ولا تمددنا عينك، صدق الله العظيم. ما تبص لحد، كل واحد عنده ظروفه خاصة. انت ابدأ بنفسك، اجعل فشلك بداية النجاح. تحاول اي محاولة جيدة وتتعصر لتتعلم افضل من عدم المحاولة نهائيا. محاولة النهوض مع السقوط افضل 100 مرة انك تفضل زي ما انت. هنا بقى في سؤال بيطرح نفسه، كيف يراك الناس؟ مش مهم، محدش من الناس هيحب لك الخير. يعني انت الشخص الوحيد ممكن تشيل نفسك في تفكيرك فيما يخصك. احنا نملك اشياء كتير، الصحة، الزمن، الوقت. النفس المصممة على النجاح
كل شيء تستطيع أن تدبره دائما لكي تنجح، وما تسمحش لأي حد يزعزع ثقتك بقدراتك، واعمل على تحقيق أهدافك من خلال الإصرار. حدد أي مشكلة عندك وشوف تتحل إزاي، ما تتسرعش، فكر أولا ونفذ ثانيا، وبعد كده أعمل فيدباك، شوف هل مثلا لما خدت القرار ده ايه كانت نتايجه، ولما خدت قرار ب ايه كانت نتايجه. كل الناس بتمر بأوقات ضعف، ومن الذكاء انك انت ما تسيبش الفترات دي تأثر فيك بشكل سلبي جامد، فالفترة هتزول، كل مر سيمر. ما تسيبش الخوف من الفشل يمنعك انك انت تجرب وانك انت تحاول، وان لم تستطع ان تنجح ستنال متعة التجربة. انت تتعلم الفشل اكثر من النجاح، ما تسيبش حاجة توقفك. الفشل هيبني شخصيتك، يبني الحرية المالية. توكل على الله وحقق اهدافك بالتخطيط والتنفيذ السليم وليس تسرع، وخلي عندك يقين بأن ربنا مش هيخذلك في تحقيق أي هدف دون ما بتقي ربنا فيه. والفشل مش نهاية الطريق، ممكن يكون بداية طريق جديد يفتح لك طريق جديد انك انت تتعلم مهارة جديدة، شغل جديد. الاجتهاد اخرته نجاح، وفي مثل كنا نسمعه زمان يقول لك من طلب العلا سهر الليالي. انت افعل ما كل ما في وسعك انك انت achieve your goal، تصل الى اهدافك. اياك واياك واياك من اليأس، فهو اول طريق الفشل الذي لا رجع فيه. هتمر عليك مواقف كتير، فشل ونجاح وفرح وحزن. خليك مستعد للصعوبات، ما تخليش الخوف من بكرة والمستقبل يكون عائق انك تستمتع بالوقت الحاضر بكل لحظة فيه. تجنب مرافقة السلبيين اللي بيصوروا لك ان مفيش حاجة سهلة، كل حاجة صعبة. حدث نفسك بأن فشلك هو الذي سيجعلك تجتهد في صح. ما تعيش حياتك غرقان في أحزانك، الحياة مليانة حاجات حلوة وجميلة التي خلقت من أجلك. وعندما لا تجد طريق المؤدي إلى النجاح سيكون عليك أن تبتكره. اسمع لنفسك. وفي نقطة مهمة لازم نتكلم فيها، التركيز. التركيز هو الأساس لكي تنجح في أي شيء في المجال في حياتك. لازم تركز، يعني أمار الله درب كل مجتهد. الفشل ده يعني هزيمة مؤقتة، بعد كده ربنا بيخلق لك فرص النجاح الحقيقي. يعني تشيل من قاموسك كلمة ولكن. كلمة ولكن ليس لها وجود في قاموس الناجحين. عليك أن تؤمن بموهبتك لكي تخرج نجاحا. يجب أن تتمسك بالموهبة خاصة بك لكي تتفوق وتثبت لذاتك وكل الناس انك انت انسان ناجح. كل ده بالتعليم، التعليم اقوى سلاح
ممكن يغير الكون. النجاح بيجي لما يكون لك نظرة إيجابية للأشياء حواليك. لازم تناظر من أجل النجاح. تتميز. التمييز هو اللي هيحفزك. والتدريب. ليه التمييز أهم سبب من أسباب النجاح؟ لأن الطريق إلى التمييز نادر، مش كل السالكين فيه، إنما الطريق العادي إما مزدحم. لازم تبعد عن الأشخاص اللي بيحاولون تقليل من شأن طموحك. صغار الشأن دايما هم اللي بيفعلوا كده، ولكن العظماء يجعلونك تشعر أنك سوف تصبح عظيما مثلهم. واللي يعيش في خوف مش هيعيش حر أبدا. ولازم تتقبل نصيحة من الحكماء حواليك. الأذكياء فقط هم اللي بيستفيدوا من الحكمة اللي بياخدوها من الحكماء. وأي شخص بيخليك ما تحسش بأي أمان اعتزل ما يزيك. محتكش بيه. خلي الناس اللي حواليك ناس مؤمنين بيك، شجعوك النجاح، يساعدوك في حاجات كتيرة هتساعدك. اسمع محادثات حماسية على اليوتيوب، البودكاست، اقرأ اي كتب عن الثقة، تنمية البشرية. في كتب كتيرة عالمية ومحلية بتكلم عن الثقة، على الثقة عفوا بشكل كبير واسع. قول مع نفسك، اعمل عصف ذهني، تخيل انك انت في المكان اللي بتتمناه بعد 5 سنين. ما تحملش على نفسك وتقول انا لست مثاليا ومش حد صح ومش حد كامل. يعني واقل شعور بالسعادة مع ابسط حاجة بتصلك حاول تتذكرها دايما. والبس ملابس يعني تديك ثقة. ملابس ليها دور أثناء التحدث. يعني ملابس بتديك ثقة انك انت انسان ناجح. استبدل الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. في حاجة اسمها كوتشنج، في مرشد، موقع كتيرة جروبات على الفيس، مرشد بيكلمك ويحاول انك انت يديك مشورة ونصيحة في زيادة الثقة. حاول توصل مع اي حد فيهم اونلاين. شيل اي عادة سيئة تكون عندك. في حاجات كتيرة ممكن تعملها وتحفزك وتنجحك في الحياة. في حاجات تانية مش شرط تكون حقق نجاح شخصي ليك. ممكن مثلا يعني يخليك تشعر بالسعادة مساعدة الآخرين عن النجاح. تشارك الناس يعني اللي هم من مش شرط ماديا، ممكن يعني تغرس الثقة ونشر المعرفة. محدش بياخد رزق حد. في
حتى في الشغل برضه لو معاك معلومة ما تبخلش عليها بعد، واعرف ان المال ده وسيلة وليس غاية. العصاميون ده تفكيرهم يبعدوا عن المباهاة والمنظرة والممتلكات، يعني ابتدوا من إمكانيات مادية صغيرة. وخليك دايما بعيد عن دايرة الضوء، هدوء يريح أعصابك، تفكر كويس. وإنما إنك أنت آراء الناس المختلفة ممكن يأثر عليك بالسلب، ولازم يبقى عندك مثابرة. المثابرة هو الإصرار، بتخليك استثنائي، ولازم برضو تتعب شوية، يعني لازم يكون عندك يعني بذل جهد إضافي. اصحى بدري أو اسهر عشان تتم مهمة الشغل، الحاجات دي والتواضع، الحاجات دي أسباب النجاح، كلها عوامل بتخليك انت انسان ناجح. انا بتكلم بصفه عموما، في البيت، في الشغل، في السكن، في اي مكان. الجوهر الحقيقي هو انعكاس افكارك جوا. لازم برضو القرايه، يعني الاثرياء كلهم حول العالم 88% من الاثرياء احصائيه بتقول ان هم كل يوم لازم يعلموا، لازم يكون عندهم تعليم ذاتي، قراية كتب تحسين الذات والمعرفة، ومش للترفيه. في نقطة مهمة جدا ان هو مرافقة الناجحين، يعني لازم تحرص على عندك عقلية المليونير او عقلية الثراء، البحث عن افراد ممثلين لهم متفائلين ومتحمسين، يملكون نظرة ايجابية بشكل عام، في هدف في حياتهم. النقد، ويعرفوا عارفين النقد السلبي بيعيق اهدافهم، ودايما في سعي للنجاح، السعي وراء حلم والاهداف الخاصة. في ناس تاني بتطارد احلام اشخاص تانية، واحد شغال في مكان انت شغال زيه. ومن اسباب برضو النجاح لازم عندك مصادر الدخل متعدد، يعني لا يعتمد اصحاب الملايين العصاميين على مصدر دخل واحد، لازم اكثر من 3 مصادر او 4 مصادر. كان في كاتب عظيم اسمه زيجلر بيقول مقال جميل جدا، كنت أظن أن أكثر الأحداث المأساوية للإنسان هو أن يكتشف بئر نفط أو منجل داب في أرضه بينما يركض على فراش الموت، ولكن عرفت ما هو أسوأ من ذلك، وهو عدم اكتشاف القدرة إلى والثروة العظيمة داخلها. يعني النبع هي من داخلك، أنتم يعني ربنا فضلك وكرمك، وقال عن اي حاجه بره البني ادم، اولئك الانعام برهم اضل سبيلا، وصفهم بانومكس. انت في زمان يعني في تسريبات كثيره في الانترنت، طفره في عالم التكنولوجيا والعلماء، في ناس كثيره اي معلومه بقت سهله، الحصول على معلومه ليس حكرا على احد. يعني ممكن تجوب الكرة الأرضية في ساعات وتواصل مع من شئت ولو كان في أقصى بلاد الدنيا بلا مشقة، وفي ثواني لا مو يلعب ما بقاش يشيل هم رزقه. فاحنا في نعم لا تعد ولا تحصى ومنح لا تحصى، فما هو عذرك إذن؟
في ناس كتيرة بتعمل حاجات خارقة أقل منك، أنت ربنا كرمك وسام صحتك. يعني في واحد عبر بمنش ورجليه مبتورة، رجليه مقطوعة، في واحد أعمى تسلق قمة إفرست، في واحدة سماء بقماء خدت أكتر من 5 شهايد في الدكتوراه وألفت عشرات الكتب. في واحد اسمه بلزاك أعظم الروائيين الفرنسيين، كان مصاب بمرض نفسي وخطير كمان، اسمه الذهان الفكري وغيرهم. فالقدرات الداخلية استثمرها ولا تغررك البدايات المتواضعة. هذا يا صاحبي لا تكن كالليس وقد سجن في أقواس السيرك، قد نزعت مخالبه وكسرت أنيابه، فغدا كالمازة لا رجعا ولا أسرا. خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وسريد. أخي الفاضل، أهجر كلمة لا أعرف وطلق كلمة مستحيل طلاقا بائنا، ولا تنس هؤلاء الكسالى الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. التحق بقوافل الناجحين واهرب من مستنقع الخيبات والكسل. انطلق على بركة الله نحو أهدافك. كسر الحواجز المصطنعة وانصف الأفكار السلبية، ولكن سلاحك الإيمان والصبر والمصابرة، واستظهر بإذن الله. أنت بتضيع وقتك على مواقع السوشيال ميديا، تهدر وقتك ألعاب الفيديو، مشاهدة الأفلام، الاسترخاء أمام شاشة الموبايل أو اللابتوب، تدخن، وبعد كله تستمتع بدور الضحية وترفع صوتك في لحظات نام قائلا أنا لست محظوظا. في الجانب الآخر يوجد من ينام 7 ساعات ليستيقظ بكل ممارسة رياضته المفضلة، يشحن نفسه بالحياة والطاقة، يقبل الحياة بصدر رحب. يكرس نصف يومه لأشياء تعود إليه بالفائدة، يستثمر 10 دقائق في مشاهدة وثائقي لينتقل بعد ذلك إلى ما هو جديد في الحياة. ما فيش حد بينجح بدافع الحظ والصدفة، خدها قاعدة. سوء الحظ هو فقط حجة الفاشلين وانتظار الوقت المناسب لزريعة الخائبين. لا تكن خائبا، لا تتمنى كثيرا ولا تتوهم نفسك بالأحلام. حلم وحده مش يؤدي بك لأي شيء. العمل أساس النجاح. الهدف والخطة ستجعل رؤيتك أوضح. لا تؤمن بالحظ، لأن النجاح هو من صنيع المردودية. كن منتجا، وسع دائرة طموحك، ارفع سقف توقعاتك. لا، يعني أن تكون منتجا لا يعني أنك تكسر من التحرك، فالحركة وحدها بدون إنتاجية لن تصنع منك شخصا ناجحا. كل عليك تقدم خطوة إلى الأمام كل يوم، خطوة خطوة خطوة، أفعال صغيرة. بعد الخطوات الصغيرة مهما بلغت في بطئها هتوصلك برضو بالنهاية والغرض. الأفعال اللي تكرهها هي الوحيدة اللي وحدها الكفيلة بإيصال هدفك.
صابر مثال مثلا يقول لك حفت الجنة بالمكاره. خد قرارك دلوقتي، انت مش اقل ذكاء من اي حد من غيرك، يعني ربنا مديك ساعات في اليوم، وانا 24 ساعة. في واحد تاني في مكان في نفس التوقيت ده، في مكان آخر من العالم، بيستخدم يومه إن هو يحقق ذاته. الفرق بينك وبينه هو بيجيد التعامل مع الوقت ويتقن تقسيمه حسب جدول المنظم، يهتم بكل النشاطات والأدوات التي تتصل به الهدف. لا تستيقظ السبت وتنام آخر اليوم، وتصحى الأحد وتنام آخر اليوم، اثنين آخر اليوم. العمل الدؤوب يوميا بثبات وعزيمة وعمل خطة محكمة أساس النجاح. لا تنتظر من يدفعك من خلف، انت وحدك من يستطيع التقدم والارتفاع بنفسه لآفاق عالية. انت تستاهلها بعد المصابرة. عليك ان تقرر من ستكون مستقبل. تذكر فقط الإصرار، المردودية، الإرادة، الاستمرارية، الثبات، التوكل، الإلزام. أنت أنك تكون نفسك ده أعظم تحدي في الحياة. العالم كله في الوقت ده عايزك تبقى نسخة من أشخاص تانية. نحن مرآة لما نفعله ونكرره دائما، وهذا ليس فعلا إنما عادة. لا تخف من المضي قدما، خطى حسيسة، هذا أفضل بكثير من الاستمرار في نفس المكان. لازم العقبة الوحيدة اللي بينك وبين تحقيق طموحك وحلمك وهدفك هي الرغبة في المحاولة والإيمان بإمكانياتك وقدراتك. أهم حاجة إيمانك بذاتك بشخصك. لازم تحيا حياة تفخر بها فيما بعد. ابدأ من جديد. أفضل انتقام لأي حاجة في الدنيا هو النجاح الساحق. الفقير والفاشل والمريض والتعيس والمحبط، الناس دي والشخصيات دي تستخدم كلمة بكرة 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 والتسويف. وفي نقطة ثانية كمان، لا تقلق من كونك وحيدا. الناس دي اللي بدأوا معاك الرحلة ممكن لن يستطيعوا على مواكبة نجاحك والحاق بك. هم من ممكن يكونوا يبحثون عذار، انت لا. ما تبصش وراك، مفيش حاجة ناقصاك عشان تصبح أقوى وأفضل وأكثر ثراء وأسرع حتى أوسم. فكل شيء موجود بالفعل بداخلك، فقط عليك أن تبحث عن ثنايا شخصيتك. الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظرها، أما الذين يسعون عليها فيحصلونها. دائما الأفضل والأعظم. لا تسير في طريق معروف نهايته، وإنما ابحث عن طريق آخر غير ممهد صعب. البحر الهادئ لا يصنع
بحار ماهر. وخلي دليل وراك، أي حد يستفاد من خبرتك، أي حد يستفاد من خبرتك. أصحاب العقول العظيمة دايما في منافسة شرسة مع أصحاب العقول البسيطة. أنا النهاردة هقول لك 4 خطوات عشان تحقق أي إنجاز تاريخي في حياتك عظيم. اختار مهنة أنت بتحبها، امنحها أفضل ما لديك، احترم الفرص، واعمل فريق. المنافسة العقلية في إنك الحاجة اللي بتقدمها أنت أو اللي بتقدمها غيرك. منافسة نفسك سر النجاح، النجاح يجذب نجاح، ده القانون الكون العظيم، ده السر. وانت لو عشان تلقى النجاح، النجاح عبارة عن نجاحات صغيرة. رغبتك في جذب النجاح فاحرص على تحقيق جزء منه، سواء كنت عاملا أو أميرا. النضال من أجل التميز هو ما يحفزك. تذكر دائما دوما ودائما ما أنت بارع فيه وتمسك به. لا أحد يحتكر النجاح نفسه، فالنجاح ملك لمن يدفع الثمن. إننا نصنع مصائرنا، إننا نصبح ما نفعله. التدريب هو أفضل المعلمين، حتى إني لا أحاول أداء أفضل من أي شخص آخر، حتى نفسي في مقارنة مع نفسي دائما. ده سر النجاح. ابعد عن الأشخاص اللي بيقللوا من شأن طموحك، فالناس صغار الشأن دول دائما يفعلون ذلك ويحققون من شأنك ومن أهدافك. الطريق للتميز نادرا ما يكون مزدحما. دايما طور قدراتك، واللي بدوره هيطور طريقك. مش مهم مقدار الوقت اللي بتاخده في التدريب، المهم الجهد المبذول في التدريب هيكون له نتيجة. أفكار الإنسان هي اللي بتصنع مستقبله. النجاح هو قدرة مستمرة على الإنجاز. وأفعال البشر هي أفضل تفسير لأفكارهم. ما تعليش أعمالك على حد، علي أعمالك على نفسك، وما تحطش في تفكيرك أي شيء عندما تتعرض للنقد والذم وإساءة الفهم. فهذا جزء من سمن العظمة. العالم بأسره يتنحى جانبا ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماما أن يتوجه. كن في كل مكان وافعل كل شيء، ولن تعجز عن أبهار الناس. الشخص الحكيم دايما هو بيصنع فرص. لا تكون متميز متفوق، دايما متواضعين. الفرد يجب أن يحرص على تحفيز نفسه أول بأول، وخلي حواليك والمحاطين بيك أشخاص إيجابيين هيدفعوك لقدام للأفضل. مفيش أكبر تحدي هيخليك ناجح غير إنك تتحدى ذاتك وتطورها. مفيش حاجة مستحيل، مش اسمها فشل،
كل دول خيارات. لو انت دخلت صورة في عقلك من جوه يمكن ان تجعلها واقعا. اصحاب النفوس العظيمة دائما يواجهون مقاومات عنيفة من اصحاب العقول البسيطة. لازم اي انجاز تقبله في حياتك عشان توصل له لازم في عرق وكد وجهد. فانت الفعل تيك اكشن. افعال البشر هم افضل تفسير لافكارهم. وانت طبعا بتفكر في النجاح وهنا على قدر دي. كل ما يزيد شغفك بشيء كل ما ينجح اكتر. لو انت حطيت في مخك هتنتصر هتنتصر. يتنحى العالم جانبا ليفتح لك الطريق. تبهر الناس. صانع قرارك. سيد قرارك. وما زلت مستعدا لتتعلم من جديد. افعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة لتتميز. خليك دايما متواضع. المتفوق دايما متواضع في حديثه وفي أفعاله. حاول أن تصل إلى أبعد ما تستطيع الوصول إليه. هناك دائما مكان في القمة. امنح الناس دائما أكثر مما يتوقعون الحصول عليه منك. إتقان العمل أفضل من تمليك القول. لا يهم، الخطوة الأولى هي الأكثر صعوبة. أشخاص العظماء هم أكثر عاديون. دورهم أفعالهم قدرتهم مجهودهم تعبهم. العظمة الحقيقية أن تكون عظيما في الأمور الصغيرة أيضا. كلما زاد الارتفاع الذي تعلق عليه ازداد المنظر جمالا. الحياة إما أن تكون مغامرة جريئة أو لا شيء. أن تفعل شيء أبعد مما قد تكونه فإنك لن تتقدم أبدا. يستطيع الإنسان أن يغير حياته بتغيير اتجاهاته. اتجاهاته داخل عقله. أن تثق بنفسك دائما. فإن لم تثق بنفسك فمن الذي سيثق بك؟ الفشل هو هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص نجاح أكثر. الهروب هو أكبر أسباب الفشل. لذا فإن يعني لن تفشل طالما لن تتوقف عن المحاولة. إن الإجابة الوحيدة هي الهزيمة على الانتصار. لازم تكون متميز. تسمع لأن تكون متميز. لا تتقبل الطريق الروتيني العادي. قد تتقبل الكثير النصح لكن الحكماء هم فقط من يستفيدون منه. النجاح على المصابرة. ستتخطى كل شيء لكن تفعل أشياء التي تقدر ليس باستطاعتك أن تفعلها. سوف يندهش الآخرون من نجاحك. إنسان بلا هدف كسفينة بلا دفة كلاهما ينتهي به الأمر على صخور. مش الموضوع تحفيز فقط بل هي أشياء أساسية لبقائنا على قيد الحياة. المتعة صح والسعادة يعني تكمن في متعة الإنجاز ونشوة المجهود المبدع. الاكتشافات والإنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون كثير من الأيادي لتوقف النجاح عند كل الأمور والتحضير المسبق.
أغرس اليوم شجرة سوف تنم في ظلها غدا. إن أرفع درجات الحكمة البشرية هي معرفة مسيرة الظروف وخلق سكينة وهدوء داخلين على الرغم من العواصف الخارجية. البحث يعلم الإنسان الاعتراف بخطئه أكثر من أن يحاول الدفاع عن شيء غير منطقي خوفا من الاعتراف بالضعف، بينما الاعتراف علامة القوة. عشان تبقى قائد ومدير ناجح عليك أن يكون عندك جراءة في التفكير، جراءة في العمل، جراءة في وقع الفشل. قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط اضطرابات الجنب الزائر هي العلامات الحقيقية. وكذا بدل من أن تلعن الظلام حط الشمعة. ربما تفشل إذا خطرت، لكن مؤكد أنك ستفشل إذا لم تخاطر. الفشل لن يتغلب عليك إلا إذا كنت قويا بما يكفي. ليس الأمر أني عبقري، كل ما هنالك أن يجاهد مع المشاكل فترة أطول. التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي إلى الإنجاز. لا شيء يمكن أن يحدث بدون الأمل والثقة. لا شيء يحقق النجاح إلا المثابرة والإصرار والعزيمة والإرادة. سر المضي قدما هو البدء. أفضل طريق للنجاح هو المحاولة أكثر من مرة واحدة. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. وجه عينيك على النجوم، قدمك على الأرض. تحديد الأهداف هي الخطوة الأولى في تحويل غير المرئي إلى مرئي. التزييف هو ذلك الشيء الماكر الذي يجعلك تظل كما كنت بالأمس. كل يوم جديد يأتي معه قوة جديدة وأفكار جديدة. الشجاعة هي إتقان الخوف وليست غياب الخوف. الهروب هو السبب الوحيد في الفشل، فإنك لم تفشل طالما لم تتوقف عن هزيمة. لا تراقب الساعة، افعل ما تفعله، استمر في المضي قدما وأماما إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد الآخرون المتعة في العمل تحت أمرتك. والنهاردة عندك عصارة إزاي تبقى مليونير قبل 30 سنة. هقول لك 3 نقاط. أول نقطة، وجود مصادر متنوعة للدخل. في دراسة عن بها الكاتب المشهور توماس سيكورلي استمر يحضرها 5 سنين لاكتشاف ازاي الناس يعملوا ملايين. اكتشف ان اصحاب الملايين دي بيكون عندهم مصادر الدخل كتيرة. 65% منهم هم اصحاب الملايين دول يكون عندهم على الاقل 3 مصادر للدخل، 45 عندهم 4 مصادر، و29 عندهم 5 مصادر أو أكتر. المصادر دي مختلفة: استثمارات، عقارات، أراضي، إيجارات، مشاريع أونلاين، مشاريع تجارية، بورصة. وجود مصدر دخل واحد ممكن يساعد توفير احتياجات وسد فواتير وتعيش كويس، لكن مش هيخليك مليونير. عشان تبني ثورة لازم يكون عندك أكثر من دخل، إذا يعني عندك وظيفة ثابتة، ثواب ثابت تشتغل فيه فريلانس، أو عندك مشروع، أو متشارك مشاريع عندك، أو عندك أصول مستفيد منها أو عوائدها، أو وسيلة تانية تساعدك في تزويد دخلك. الأهم إنك تكون عارف إزاي تدير وقتك ومجهودك وفلوسك بين المصادر دي. النقطة التانية، الإدخار من أجل الاستثمار.
بيقول إن أفضل نصيحة لبناء الثروة هي المقولة دي. على فكرة أنا كاتب ويليام دانكو في كتاب اسمه ذا مليونير نيكست دور. بيقول إيه بقى؟ بيقول التزام بالادخار 20% من دخلك بشكل دائم للاستثمار على المدى البعيد. يعني لو أنت بتكسب 1000 جنيه في الشهر، بتصرف 80% بيبقى مبلغ 20% الباقي تدخرهم عشان تستثمر بيهم. لو نفذت النصيحة دي بعد فترة هيكون معاك مبلغ جاهز استثمار، وعلى حسب المبلغ اللي هيكون معاك شوف أفضل فرصة متاحة قدامك. يعني الاستثمار لو في مشروع صغير حتى لو كنت مشارك فيه قائم بالفعل، أو استثمرت في العقارات مثلا، وأيا كان اختيارك عقارات، بورصة، أراضي، عربية، أي مشروع أكيد هتوفره من 20% من الدخل بتاعك اللي بتوفرها كل شهر. المهم انك تستثمر في حاجة انت فاهمها ودارسها وشايف انها ممكن تحقق ربح كويس في المستقبل. ولازم تكون عارف كمان ان اي استثمار محتاج صبر، لان مش هتحقق ارباح كبيرة في يوم وليلة. يعني الموضوع محتاج شهور وسنين عشان يحقق عائد كويس. النقطة الثالثة، كيف تصبح مليونير؟ ودي اهم نقطة. الاستثمار في نفسك. براين ترايسي بيقول، وده كاتب شهير، استثمر على الأقل 3% من دخلك في تطوير نفسك من أجل أن تضمن نفسك مستقبل أفضل. ودي أحسن نصيحة ممكن نقولها، لأن عشان تقدر تستثمر محتاج تزود دخلك، وعشان تزود دخلك محتاج الأول تستثمر في نفسك وتطور من نفسك وتتعلم مهارات جديدة تخليك تعرف تشتغل في مجالات مختلفة وتساعدك تكتسب المعرفة المطلوبة لتحقيق أهدافك. معظم الناس اللي حققت نجاحات في حياتها دايما عندهم شغف التعلم واكتساب المعرفة، وده ساعدهم يكونوا مبدعين ويشوفوا الفرص اللي محدش شافها. في ناس مثلا صحابك بيدوروا على الكورس فلاني او تدريب كذا، وبيقرا كتب، بيحضر ندوات، عمرهم بيضيع وقت. ابدأ اي حاجة مش مفيدة وكله هيساعد يكتسب مهارات مختلفة. بالتالي هو الوحيد الشخص اللي ناجح التعلم ويزود الدخل ويستثمر، ويبدأ مشروع الاول. لازم يكون عندك هدف تركز عليه بأي شكل، حلال بما يرضي ربنا. ولازم تكون أهدافك واقعية محددة وقابلة للقياس، يعني لها وقت معين هتنفذه فيها. في نقاط برضو تانية عايزين نتكلم فيها. ازاي تدعم نفسك بعبارات ايجابيه؟ يعني النقاط دي مهمه، يعني تدعم النفس، التحفيز الذاتي، ما تربطش خططك المستقبليه بخطط اي حد تاني، البعد عن الاشخاص السلبيين، النظر الى ما تراه عيناك من فرص، وضع خطط منطقية تتناسب مع قدراتك ومستوى مهاراتك، وتتناسب أيضا مع الواقع المحيط وحجم التسهيلات والمعوقات التي تقابلك في الطريق. تقسيم الأهداف الكبرى لأهداف صغرى، يعني عشان تنفذ تسهل لك التنفيذ. التغلب على حصص التشكيك في النفس، ممكن يعمل لا بأس من ضرب الآراء الآخرين من وقت لآخر.
صباح الورد. ازيك يا مستر؟ كده مبارك. ازيك يا مستر؟ الله يخليك. لك ايه؟ Thank you.
أنا أقول لك